اختلاط يا جماعه هيجي منهم الامتحان ولا لا؟ لا يا دكتور ان شاء الله ان شاء الله لا ان شاء الله حاجات هم عايزين لما نقرر الجزء المهم الجزء ده في الأول لو سمحت الأول يا معلم ده يجي فين؟ لما نيجي نقول الجزء ده في الأول زميلكم بيسأل هل ده ممكن لما يجي سؤال من الامتحان؟ هتكلم عن الانطباع أو الانطباع في الوقت في الامتحان عايز تسأل دلوقتي ذاته عايز تتفرج لما يبقى عندك وقت عايز تتفرج وحتى التربيه على الناس اللي هي بطرق
عن موضوع علم الاجتماع عملية رصد. انت بترصد
شيء معين بترصد ظاهرة معينة، بترصد يعني مثلا انت لما تشوف ايه بقى طفل صغير كده دمه خفيف وعمال يلعب وبتاع ويعمل حركات وكده، فانت ايه تبص له كده من بعيد بتبص له، لان هو لو شافك هيتهاجم، فاول ما يحس ان هو مراقب هتبص تلاقيه انضبط في سلوكه وبقى كده عادل كده، وانت مش عايزه يبقى عادل، انت عايزه يستمر كده ايه براحته يعني، عشان فانت بترصد تحركاته وتصرفاته بدون ان يشعر ان هو ايه تحت المراقبه. برضو عمليه الملاحظه دي هي من الوسائل المهمه جدا في الدراسه الخاصه بالعلم، والملاحظه اما تكون على الفرد نفسه للفرد نفسه او على الجانب. الملاحظة الفردية هي اللي بتكون متعلقة بشخص محدد بعين زيد من الناس أو بكر أو عم من الناس. بتشوف إيه بقى؟ بتشوف سنه، حالته الصحية، مهنته، تربيته، طفولته، تاريخه المرضي، اتربى في أسرته أو في أسرة سنة ودكاية ولا أسرة أسرة بديلة يعني. طب بجيب المعلومات ازاي؟ بجيبها يا إما من خلاله هو مباشرة، يا إما من خلال أقرانه، من خلال أقاربه، من خلال التقرير اللي المدرسة بتاعته بتعمله في المدرسة. طفل كده تبص تلاقي لك إيه؟ تقرير بيقول لك إيه؟ مش بس العملية، إحنا للأسف برضه حتى في المدارس التقييم تقييم علمي اكاديمي بحت، يعني ممكن يكون ابنك او اخوك الصغير شاطر علميا بس علاقاته بزملائه وحشه جدا، بيتخانق مع المدرسه بتاعته، عامل مشاكل، الولد سلوكياته غريبه او هيكف منطوي، هو شاطر بس منطوي، ده دي في حد ذاتها مشكله محتاجه ايه؟ الملاحظه. تمام؟ فتلاقيه من بره بقى بيبعت لك لا تقرير شامل بيقول لك ايه؟ اه ده الطفل هو ايه؟ الاسبوع ده اتحسن في النواحي كذا، ان هو اشتغل شغل جماعي مع زمايله. دي في حد ذاتها قدرته، قدره الطفل على التواصل مع زمايله دي حاجه في حد ذاتها جميله. انت لما تجيب واحد كده، احنا عندنا مدرس مساعد معانا، يعني ايه؟ انا بقول له انت تنفع نعمله كده مكتب علاقات عامه، وانت تبقى بتاع العلاقات العامه، شاطر قوي في الحته دي، دي حته، انت عارف المهاجم اللي تحطه كده للفيرود اللي تحطه ها؟ ده رجله عارفه مكان الجول. ده يعرف يتعامل مع الناس ويجي يقول لك كلمتين حلوين ويبتسم في وشك ويقابلك في جوزك والحاجات دي، وعلاقته مع اولياء الامور حلوه، لما يجي حد زياره للكليه تلاقيه بيقابلهم كويس وبتاع، دي ممتاز في النقطه دي. كلفه بشغل بقى عمرك ما انت واخد نتيجه. تقعد تستنى سنه تطلب منه تقرير، بعد سنه يقول لك نعم حاضر من هنا، والتقرير لسه ما خلصش. تمام؟ فكل واحد دي ميزه بس في جوانب اخرى، فانا مش لازم برضو ان انا بركز على حاجه واحده، انا بركز على القدرات الاخرى او المهارات الاخرى عند الطالب او عند الطفل او عند الطفل او عند الايه التلميذ. كذلك انا الجاني هجيب المعلومات ازاي؟ او لو هو مصر اشوف التقرير بتاعه ايه يا جماعه؟ التقرير اللي معموله بيعمل مشاكل في الشغل، مش لازم يعمل قضايا، انا عشان يبقى مجرم هروح اجيب الفيش التشبيه بتاعه هلاقي ظاهر لي، بس في حاجات مش بالضروره ان هو ايه؟ ان تظهر لي في الفيش، ممكن بيتخانق مع زمايله بس مجرد ايه؟ مشادات وخناقات، ويجي المدير يقول له عيب كده فيقول له خلاص انا اسف. دي بس دي بتبين ايه؟ حاله الشخص. يبقى انا بقى الجا لقرايبه، لزوجته، ليه هو نفسه، للمدرسه لو كانت تلميذ في المدرسه، للجامعه لو بيتعمل له محاضر غش وبيتعمل له ومتخانق مع زمايله، ليه التصرفات داخل الجامعه
خطأ أي تقرير يتعلق بيه هجيبه وادرسه وابحثه عشان أوصل إيه بقى للعوامل التي يمكن أن تكون أدت إلى سلوكه بالسلوك المنحرف. ده بالنسبة لي الملاحظة الإيه؟ الملاحظة الفردية. من عيوب هذه الملاحظة الفردية إن هي فكرة الإيه؟ التعميم. أنا بدرس زيد أو بكر أو عمرو فهيبقى من الصعب عليا إن أنا أقول يعني لو لقيت في صفة مميزة قلت مثلا صغر سن أو أنه في مرحلة المراهقة أو إنه فقير أو إنه لا يعمل البطالة، ما ينفعش أجي أقول أن البطالة كقاعدة عامة هي سبب في الإدراك، يبقى لازم أكون حريص وأنا إيه؟ وأنا بلجأ لعملية إيه؟ التعميم. كذلك في الملاحظة يجب عليا إن أنا أختار عينات مناسبة. يعني لو هبص للسن يبقى لازم أجيب الفئات السنية المختلفة. يبقى عندي في مرحلة ناس تحت الملاحظة في مرحلة الطفولة وناس تانية في مرحلة المراهقة ورجولة وشيخوخة عشان أقدر أشوف دور السن إيه في ارتكاب الجريمة. ما ينفعش إن أنا أجي أركز على مرحلة واحدة المراهقين مثلا وأسكت. كذلك العدد اللي أنا بخضعه ليه للبحث. ما ينفعش إن أنا هجيب عدد كبير جدا ما اقدرش اسيطر عليه، وما ينفعش ان انا اجيب عدد قليل جدا، لازم الاعداد تكون متناسبه، ودي بتظهر اكتر في الملاحظه الجماعيه، عشان في الملاحظه الجماعيه انا عايز بجيب اشخاص فيهم سمات مشتركه، زي مثلا ايه السمات المشتركه بين المؤمنين مثلا. لو عايز اخد معيار موضوعي واقول هو ده المعيار اللي انا حطاه على اساس المهم، زي ايه مثلا؟ قول انت كده. ها؟ العود. ها؟ العود مثلا نقول يلا نجيب الناس التي تعود الى ارتكاب الجريمه، ليه بيعود الى ارتكاب الجريمه؟ انا كده الناس دي بيتسموا بسمه مشتركه بينهم كلهم. مش لازم تكون حاجة زي دي، ممكن يكون السن، أكل المراهقة مثلا في مرحلة المراهقة، مثلا المكان الذي يعيش فيه، مثلا يعمل أو لا يعمل، مثلا الـ 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 البيئة اللي هو عايش فيها، حالته الاقتصادية، فقير أو غني، فقير، ميزة أو صفة، بيشترك فيها مجموعة من الأفراد وأجيب المجموعة دي كلها أو أجيب عينة منها، بس لازم تكون العينة عينة إيه؟ منضبطة، ولا هي عينة كبيرة 200,000 واحد ولا عينة قليلة أوي. ليه؟ لأن أنا عايز أوصل من الدراسة بتاعتي لنتيجة بتقول أن الذي يعود إلى ارتكاب الجريمة بتكون سبب العود هي 1 2 3 4. يبقى كده بقى لما بقول قاعده زي دي يجوا يدرسوها لنا في الكتب، يجوا بتاع علماء الاجرام يصدروها لبتوع علم العقاب عشان تحديد الجزاء الجنائي، يودوها للي بيرسم السياسه الجنائيه. مش هيرجعوا بقى الجهات، مش هترجع للعينه، لا ده هي بترجع لقاعده عامه. يبقى انا وصلت إلى قاعدة عامة من خلال دراسات إيه؟ محددة. يبقى العينة بتاعتي لازم تكون إيه؟ عينة منضبطة، عينة مختارة بدقة، وتمثل الفئات المختلفة. الملاحظة كمان عشان تتم بالطريقة الصحيحة وتحقق الأهداف المرجوة منها، المفروض إن الشخص الذي يقوم بالملاحظة أو الأشخاص الذين يتولون الملاحظة إن أنا أحضرهم لمعايير موحدة، يعني آجي أديهم دورة مثلا تدريبية
كلهم يتزنوا بيه، لأن لو كل واحد فيهم أعمل معايير مختلفة هتطلع النتائج إيه؟ مختلفة. وبناء عليه من العيوب الملاحظة أيضا هو إيه؟ إنه شخصية الملاحظ تبص تلاقيها إيه؟ طبعت التقرير بتاعه. زي أنت ما تروح تدخل امتحان شهر يجي مثلا عندنا لجنتين، لجنة تدخل لجنة وزميلة بتدخل لجنة، فيهم لجنة ظريفة وكويسة حلوة وبتاع، فلقيتها مرتبك وبتاع، فكت الجو اللي هو وبدأت تسألك وتضحك معاك وخلتك ايه طلعت اللي جواك وجاوبت. بص تلاقي جبت الكياس نفس السؤال لو ليك انت وقدام لجنه ثانيه مش هتجاوب، هتسكت. تمام. كذلك في لجنه بتكون متشدده قوي وواحده متساهله زي المصيعه كده، في اساتذه ايدهم تقيله هو يعني، وبعدين برضه بتبقى قناعات، هو ما هوش غلط ولا حاجه، بس يعني مثلا عندكم زمايلكم بتوع التعليم المفتوح احنا بنراعيهم شويه، يعني ايه مش بتوع مهندسات طلبه الانتظام. ليه؟ لان ده يعني غالبا بيكون حد عنده مسؤوليات، موظف، امين شرطه ماسكين شغال 6 ايام في الاسبوع وفي اليوم 12 ساعة ولا 10 ساعات، تمام؟ واحدة ست متجوزة وعندها أولادها وجوزها مطلع عينيها، يعني فأنت إيه؟ يعني بيوعي فيه شوية، يعني لو جايب 7 ياخد 9 مش مشكلة، كده لكن طالب الانتظام ده سيما بقى لو في تالتة ورابعة، لا ده شغلته إن هو إيه؟ طالب، وظيفته إن هو طالب. ياكل ويشرب ويسهر باشا، رايح فيها رايح الكليه جاي من الجاي الكليه، يبقى ده المفروض ان هو ايه؟ مزاج. تمام؟ في حد تاني وهو صح برضه يقول لك لا انا معيار الموضوع ده، جاوا ياخد حقه وما جاوش ما خدش حقه، دي مشكلته. ده النسبه وحشه، ده البتاع، ده الطلبه يظهر الامتحان كان، انت بتعرف الامتحان كان صعب ازاي؟ لما تيجي تجيب اول 50 المصروف 50 ورقه، تجيب اول 50 ورقه هتلاقي اللي نجح عندك ان شاء الله 2 3 والباقيين ساقطين. اكيد يعني في مشكله ما يعني. فانت تبدا بقى ايه؟ تحب في ايدك شويه. تمام؟ وتحاول ترجع للناس اللي انت دمرتها ان انت تشوف ايه؟ لو ترفع اللي هو بيكسب بعد شويه كده. فهو قال لك ان انا يبقى عندي معايير موحده. تنطبق على الكل. سواء في الاحصائيات الجنائيه زي ما هنشوف او في الملاحظه. عايزك بقى في الملاحظه تضيف الاتي لو عايز تكتب ايه. الملاحظه طبعا احنا قلنا ملاحظه متعلقه بالجريمه وملاحظه متعلقه بمين؟ بالموت. الملاحظة المتعلقة بالجريمة بتكون ايه؟ ملاحظة بسيطة، عفوا الملاحظة المتعلقة بالمجرم بتكون يا اما ملاحظة بسيطة يا اما ملاحظة منظمة. الملاحظة البسيطة هي التي لا يستخدم فيها الباحث اي وسائل، ما بيستخدمش اي وسائل او طرق، بيكتفي نفسه كده هو اللي يروح يعمل الملاحظة بذاته. اما الملاحظة المنظمة او بنسميها الملاحظة المركبة فهنا بتستخدم ايه بقى؟ الباحث بيستخدم ايه؟ وسائل. زي ايه؟ ياخد الموبايل بتاعه يسجل مثلا، تمام؟ ياخد واحد معاه يكتب يقول له انا بقى ايه هسال واجيب المعلومه وايه؟ وانت تكتب، تمام؟ اخد كم الكام سكوب بتاعي واصوره وهو بيجاوب عليا، تمام؟ يا
يبقى عايز اشوف ملامح وشه وعايز اشوف اجاباته، يبقى انا معايا الصوت والصوره. كل دي ايه؟ وسائل للملاحظه اللي هي المنظمه. عندي بقى الملاحظه، هي الملاحظه المنظمه ولا الملاحظه المركبه؟ الملاحظه المنظمه البسيطة يمكن أن تكون بالمشاركة أو بدون مشاركة. هي ذاتها نوعية. الملاحظة البسيطة نوعية. بالمشاركة أو بدون إيه؟ أو بدون مشاركة. بالمشاركة إن الباحث في علم الإجرام من اسمها كده ملاحظة بالمشاركة، يشترك معاك في الحاجة. يعيش معاك المشكلة. يدخل فيك قوي. ازاي؟ انا عايز ادرس ناس مجرمين بيتاجروا في المخدرات مثلا، وعايز اعرف ايه هي الاسباب التي تدعوهم الى التجاره بالمخدرات او الى البلطجه او الى ارتكاب جرائم العلم. اعمل ايه؟ بالمشاركه بروح انضم ليهم كاني عضو منهم. من غير ما اقول لهم ان انا ايه؟ ان انا جاي بس عشان ايه؟ ببحث. لا، ده انا جاي ايه؟ كاني واحد منهم. كنت اتكلمت مش عارف مع زمايلك ولا جامعه ثانيه، اللي هو نظام الجامبك بره في امريكا، الجامبك اللي هم ايه؟ العصابات المنظمه اللي هي ده مشهور، ده سبيسياليتيه امريكانيه. ده حاجه مخصوصه كده، اختراع امريكي. كان بدا ينتشر شويه في اوروبا، بس ايه لحقوه، يعني زي ما المافيا اساسها اختراع ايطالي، تمام؟ الجنب ده اختراع امريكي بنسبه 100%، اللي هو مجموعه من المجرمين مقفولين على نفسهم، ما تقدرش تدخل جواه، يعني ما تبقاش بيه مجرم زيهم، غير شوف زي انت بتيجي تقدم في النيابه مثلا، أو تقدم في الشرطة، أو تقدم في الكلية الحربية، أو تقدم في الخارجية، تمام؟ لازم في شروط ومواصفات، لازم تنضم، وشروط صارمة جدا. فأنت عشان تنضم لعصابة من هذه العصابات، لازم يكون في الشروط اللي هم واضعينها. ولازم كمان المشكلة الكبيرة إن أنت تثبت إيه؟ الولاء بتاعك ليهم وقدرتك الاجراميه. فتيجي تنضم للجنج لو توافقت فيك كل الشروط هذه العصابات عشان تاخد ختم الاوكي. شوف لما انت تقدم على ورقه كده والاستاذ فلاني يمدينك والاستاذ فلاني يمدينك، بس فاضل بقى اللي هيمدوا يكتب ختم الناس. طالما ما خدتش ختم الناس طبعا ختم الناس بتاع عندنا حاجه، بص أكتر حاجة ممكن تتمناها في حياتك لو جالك الراجل اللي هو بيطلع من الفانوس تقول له ما تقولوش جيب فلوس، قول له أنا عايز بس خدمة بس. تيجي إيه؟ يقول لك خلاص أنت عديت كل الاختبارات، فاضل لك كشف الهيكل، اللجنة السبعية. إيه بقى كشف الهيكل؟ عارف فين؟ تروح تقتله وتيجي. تيجي انت باشا كده قايم واخد سلاحك ورايح اكله وراجع اعطيهم الثلاثه. يبقى عامل لك التكواش بتاعهم بكل جن، كل عصابه لها ختم النس بتاعها اللي هو عباره عن ايه؟ تاتو كده. تقدر انت ما تبقاش من العصابه بتاعتهم بتعمل تاتو زيهم، انت مات. وبعدين التاتو ده لتكواش ده الختم بتاعهم. فهو لما يجي على سور الجامعه من بره كده ويختم ختمين، معناها المنطقه دي تبع الشارع ده تبع، ما يقدرش اي حد مجرم تاني يتعدى على هذه المنطقه، لانه كده بيتعدى عليا انا، تمام؟ زي انت في الانتخابات كده وانت داخل الانتخابات
مش بتجيب راجل وتقول له ايه انا عايزك بقى تكتب لي، تاخد راجل الصدق والامانه وانت اصلا بتكون لسه سايق خيط يعني. راجل الصدق والامانه فلان فلان يبقى هو ماشي على الحيطان ايه في كل الدايره، بيروح دايره ثانيه لا هو في الدايره بس اللي ايه عند الناس اللي هتصور. يبقى انا بحكي لك القصه دي كلها ليه؟ بقول لك ان فيه مخاطره في هذه الوسيله، ان انت ملاحظه بطريق المشاركه. لو انت هتشارك زيهم يبقى انت ايه؟ هتبقى ممكن زيهم. غالبا هتبقى ممكن زيهم. تمام؟ بس انت لو لقيت واحد منهم بقى هتاخد المعلومات الايه؟ الصح. هتشوفهم بيتصرفوا ازاي؟ ليه ده غير نظام المجموعة؟ ليه ده تتقول بيانات تتقول ازاي ليه؟ وكل البيانات هيبقى عندك بيانات صادقة. بس العيب طبعا مخاطرة كبيرة، انت ممكن تبقى مش لازم تقتل يعني، مش لازم تسأل، بس في مخاطرة ان انت ممكن تبقى ممكن زيهم. طب في وسيلة تانية بقى من غير الايه؟ المشاركة. تروح تقول لهم يا جماعة بعد اذنكم تمام؟ أنا عارف إنكم مهمين، وأنا راجل باحث في علم الإجرام، وأنا جاي ما عنديش أي مصلحة ولا تبع الشرطة ولا النيابة ولا أي حاجة. أنا جاي بس إيه؟ بعمل تأليف ومش حافظ فيه ولا أسماء ولا أي حاجة. أنا حافظ بيانات مبهمة زي السن مثلاً، الجنس ولد أو بنت، المعلومات هي عامة ما مش ممكن تجيب حد. بس برضه هيصدقوا؟ هيأمنوا لك ولا هيخافوا منك؟ لو أمنوا هيدوك بس المعلومات اللي هم عايزينها، بس مش هيدوك ايه؟ المعلومات الصادقة. ده بالنسبة لي وسيلة المشاركة وغير ايه؟ وبدون ايه؟ المشاركة. طبعاً الناس اللي واخدين أفلام عربية وأجنبية عندهم أفلام كتيرة جداً تتكلم عن الموضوع ده اللي هو ان انت تاخد راجل بوليس مثلا وتاخد وسط العصابه عشان يمسك العصابه من تلبسه. تمام؟ فدي يعني ايه؟ احبه بقى على 100 سنه سينما من السينما المصريه هتلاقوا فيها افلام. تمام؟ زي باشا تلميذ وكده. طيب ده بالنسبه لي الملاحظه بانواعها، ملاحظه بسيطه وملاحظه مركبه. والملاحظة البسيطة يمكن أن تكون بالمشاركة أو بدون مشاركة، ودي فيها مزايا ودي فيها إيه؟ عيوب. طيب بالنسبة للإحصائيات الجنائية، أنا قلت لك كلمة ملاحظة يعني إيه؟ فأنتوا أعطيتوا إجابات مختلفة ولخصناها في كلمة، قلنا الملاحظة هي قصد. طب الإحصائيات بقى هي إيه؟ تعديل. يبقى الملاحظة هي كلمة من حرفين عدل. الإحصائيات عدل. يبقى دي رصد ودي إيه؟ ودي عدل. الإحصائيات يمكن أن تكون متعلقة بأي ظاهرة، مش لازم تكون إيه؟ ظاهرة إجرامية. فكل حاجة دلوقتي ماشية هي روح السياسة، لا سيما السياسة الجنائية والاقتصادية هي الإحصائيات. إحصائيات في كل شيء. يعني احنا مثلا لو حبينا عندنا ظاهرة معينة تفشت في المجتمع المصري، أول حاجة أعملها قبل ما أقنن لها بقى ما أجيش تاني يوم كده ألاقي قانون طالع، أدرسها صح؟ أدرس هذه الظاهرة وأقول طب ما هي مصر عمرها أكتر من 7000 سنة، إشمعنى الشهر ده أو السنة دي الظاهرة دي بدأت تبان صح ولا لأ؟ أكيد فيها أسباب. أبحث فيها هذه الأسباب. واللي بيساعدني في كده خلي بالك الملاحظة قلنا إيه؟ ده ممكن تتأثر برأي مين؟
الراجل اللي يعمل الورقه تمام، او ممكن يمتحن عليه من مصدر المعلومات، يروح لاهله ويقول له هو راجل الناس بتخاف منه، يقول له قدر ربنا محترم جدا ده عمره ما عمل حاجه، هو يقول لك نفس الكلام مدرسته النظر ما يقدرش يديك ولا عمله كذلك. لكن الاحصائيات فيها ميزه، الاحصائيات المفروض هنشوف دلوقتي علم، لكن هي المفروض ان هي ايه؟ ما فيهاش قولات. احنا هنقدر نتكلم فيها؟ لا. تيجي تقول لي انت عندك كم طالب في علم الاجرام؟ اقول لك 300 طالب. ينفع تقول لي ما ينفعش يبقى 320؟ يزق الجماعه شويه. طب يبقوا 290؟ ينفع؟ دي ما فيهاش رقم. انا بقول لك 300 طالب. يبقى ايه؟ الرقم ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش قولات. تمام؟ لكن احنا لما تيجي تدي معاك لواحد تقول له هعمل لك ايه؟ بعد الظهر. او هعمل لك ايه؟ بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء هتبدا من بعد صلاة العشاء لأذان الفجر. ده ايه؟ مش هيقول لك، لكن لما يقول لك ايه؟ انا هعمل الساعة 9 وربع، يبقى انت عارف ان ده ايه؟ 9 وربع ده معايا. تمام؟ طيب. الاحصائيات تتعلق بجميع الظواهر، بس اللي يهمنا منها احنا هو ايه؟ الظاهره الاجراميه. ظهرت مش من زمان قوي الاحصائيات، بس عملت ثوره لما ظهرت على يد هتلر وجيني، ودول بلجيكي وفرنسي في النصف نهايه النصف الاول من القرن التاسع عشر، من حوالي 150 سنه. بدأوا يهتموا بالاختراع الجديد اللي هم اخترعوه وهو ايه؟ الاحصائيات بصفه عامه. فتيجي انت تقول لي انا عندي في مصر مشاكل مثلا ولنفرض مثلا جرائم نافذه او حوادث السيارات. نسبه الحوادث ارتفعت عندي. بقول لك ايه؟ انا حاسس بطبيعتي، اديني الاحصائيات. كم حادثه كان سببهم شرب الخمر؟ كم حادثة كان سببها السرعة الزيادة؟ كم حادثة كان سببها إن سائق المركبة ما غيرش الكاوتش بتاعه رغم إن المدة الافتراضية بتاعته إيه؟ انتهت، تمام؟ كم حادثة لأنه ما راجعش العربية بتاعته من زيت من زيت وفرامل والكلام ده قبل ما يطلع؟ كم حادثة سببهم الاستئناف اللي عندنا؟ تمام؟ كم حادثة ارتكبتهم عربية أنا؟ كم حادثة ارتكبهم أتوبيس عمومي؟ كم حادثة ارتكبهم أتوبيس خاص؟ كم حادثة ارتكبتهم عربية بلاجي؟ تمام؟ كم حادثة ارتكبتهم عربية أخرى؟ أنا مصنفهم كده، تمام؟ هيطلع قدامك البلد مراية، عارف المراية؟ عارف ديت سببها إيه؟ سبب واللي على الطرق بقى ده غير بقى إيه؟ يقول لك الطريق طريق الصحراء كم حادثة؟ وإيه نوعيتها؟ وأدت إلى وفاة ولا لا؟ تمام؟ والحوادث اللي هي الطرق الثانية كل ما طبعاً عندنا لا عندنا طرق ثانية زي طرق سريعة كتير زي بتاع السويس وزي طبعاً الطريق الاسكندرية الصحراوي في السويس في حاجات بتطلع تقريباً على شرم وكده وكان برضه طريق حلو جدا، في طريق معمول جديد بينزل الصعيد، دي تعتبر ايه؟ يبقى انا اجمع كل نوعيه الحوادث اللي بتحصل على هذه الايه؟ الطرق، حتى اصلا نوعيه المركبات اللي بتمشي على الطرق دي ونوعيه قائد المركبه بتختلف عن الايه؟ اللي بتحصل داخل المدينه او اللي بتحصل على الطرق اللي بين المدن. تمام؟ تيجي هنا لو عندك احصائيات بهذا الشكل هتحط ايدك على منطق الداد في ثواني. تقول انا عندي آفة اسمها مثلا شرب المواد المخدرة. يبقى اجي ايه بقى؟ اركز عليها. لان دي مثلا نسبة الحوادث اللي سببها 30% او 40% الوحيدة. السرعة الزيادة اعمل ايه؟ اركز مثلا الرادارات، اعمل اوقف في الجنب وهكذا. الطرق
10%. طب اجدد احدث الاستلانات كلها واشوف ايه المشاكل. البتاع ما بيرنش لما القطر بيقرب، او الراجل بيبقى نايم ولا بيعمل شاي ولا بيشرب له حبايه شيشه، اشوف ايه الاسباب واحاول ايه طب لو انت مش عارف الاسباب دي، هتطلع قانون ولا تعالج ولا تعمل؟ لا، احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ حوادث الطريق زاد، طبعا هنشدد العقوبة. بس. نشدد العقوبة. مثلا في انتوا عارفين عملنا خلوا عقوبة عكس السير دي حادثة. تمام؟ برضه ليه؟ لأنه واضح إنه في خطورة جدا على السير بتبقى تعمل كارثة، ممكن تعمل كارثة. فعملنا ايه؟ برضه ما شدناش بالنا. شدد العقوبة. خلي بالك انتوا طبعا وانتوا ناس باحثين مقدار وعارفين الكلام ده، اذكركم بيه ان التناسب ما بين الجريمة والعقوبة ده شيء اساسي. الافراط في العقوبة احيانا لا يؤدي للنتيجة السعيدة. ما تفكرش ان انت عشان تتزود، طب افرض مثلا استمرت حوادث اللي هي السير عكس الاتجاه، ايه الحل اللي بعد كده؟ تشدد العقوبه تاني؟ خليها سجن مثلا؟ بعد كده نعملوا ايه؟ نخليها اعدام؟ تمام؟ طب ما كنت خليها غرامه 500 جنيه بس طبقها. صدقني انت لو بتدفع 500 جنيه مباشر برضه هتحترم وكل حاجه. تمام؟ بتاع التوك توك لما يدفع 500 جنيه يلاقي ده شغل ثلاث ايام ولا حاجه. تمام؟ ما عادش هيعيش لوحده، ما عادش هيعيش كده. من غير بقى ان ايه؟ يبقى الحل عندي ان انا اشدد ده ما هوش ايه؟ ما هوش حل. لا، انت لما تروح تكشف يجي الدكتور يقول لك شهيق، زفير، السماعه على الست، السماعه على الضهر، ويقول لك انت عندك كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك انت كده عندك المرض اللي عندك هو كذا، التهاب في كذا، وخد العلاج. تبص ما شاء الله العلاج يجي يجيب نتيجه على طول. لكن لو هيعمل يجرب فيه يبقى انت كده مش هتوصل ليه. يبقى اكيد ليه ودي اخترعوا لنا الاحصائيات الجنائيه واحنا ما زلنا العالم كله بيقرا. واهتموا بالاحصائيات التي تتعلق بالظواهر الاجراميه. والاحصائيات تكون يا اما متعلقه بالجريمه يا اما متعلقه بمين؟ بالمؤمن. الجريمه بعرف عدد الايه؟ الجرائم. ده ايه؟ تعداد كم مثلا اجي اقول مصر حصل فيها كام جريمه؟ او اسكندريه حصل فيها كام جريمه السنه دي؟ او خلال شهر كذا؟ او يكون نوعي متعلق بنوع معين، يكون متعلق بنوع معين من الجرائم. جرائم مثلا الدم، يقول لك ايه انا عايز اشوف جرائم الدم قد ايه؟ جرائم العرض قد ايه؟ جرائم الاموال قد ايه؟ يبقى ممكن ان تكون شامله وممكن ان تكون محدده بنوع معين. كذلك عندي الايه؟ اللي هو المتعلق بالمجرم. حد تاني حضراتكم تفتكرش طيب اللي متعلقه بالمجرم بحدد بقى كم مجرم عنده من بيهتم جدا بالمرحله السنيه الخطيره اللي هي مرحله الايه؟ المراهقه والشباب، لان نسبه الاجرام فيها ايه؟ مرتفعه. فيقول لك انا عايز بقى ايه مثلا الاطفال كم جريمه بتقابل الاطفال؟ كم جريمه لو المعيار عند السن مثلا؟ كم جريمه ارتكبها البالغين؟ كم جريمه ارتكبها المراهقين؟ وهكذا. ايا كان نوع الاحصائيات اللي انا هعمله لازم بتبع طريقه من الاثنين. يا اما طريقه ثابته يا اما طريقه متحدده. والثابته بنسميها طريقة استيتاكية، بحث استيتاكي.
والتانية عكسها ديناميكية. دي ثابتة بتكون مرتبطة أو متعلقة بمكان معين في فترة زمنية معينة. كمية الجرائم أو عدد الجرائم أو نوعية هذه الجرائم في هذا المكان في هذا الوقت. أما المتحركة فهي متغيرة. يعني إيه؟ بنبقى عايزين نشوف، نيجوا مثلا على جريمة السرقة مثلا، نقولوا عايزين نشوفوا جريمة السرقة إمتى بتزيد وإمتى بتقل، يبقى أنا همشي معاها مع الزمن. أجي أقول مثلا ده من 5 سنين تخيل كانت جرائم السرقة عندنا كام؟ مثلا 10,000، النهاردة 50,000. أو لأنها بتخس بتنزل. كذلك كنا بنتكلم عن قانون المرور، أنت عملت، أنت شددت العقوبة مثلا على السير عكس الاتجاه، تعمل إيه عشان تشوف هل التعديل ده جاب نتيجة ولا ما جابش؟ تعمل إيه؟ تشوف عدد الجرائم أو عدد الحالات اللي هي السير عكس الاتجاه، زادت ولا قلت؟ والله انا لو لقيت اقلت طبعا كله. يبقى انا هيبقى عندكم ايه؟ لازم نتيجه. زي ما يكون زيت عنده مثلا كير وطبعا كشف الدكتور عامل صح.
يتم الابلاغ عنها الا انه فيش ادله كافيه وضوح. الراجل اللي كان صاحب الشرطه او امين الشرطه ربنا عطاه شويه صحه لهم، بقول لكم ايه مش عايز اوجع دماغ، انا الصبح واقف على رجليا كده ولسه الليل طويل ما بتشيل. يا تسترخوا مع بعض يا انتوا الاثنين الشاي والمشي هيفردنوا كده لحد الباشا ما يجي الصبح، وتتعرضوا على النيابه وبكره الجمعه مفيش نيابه. ده يجي الراجل يقول لك ايه بقى؟ حتى الشاي يقول لك ايه؟ صحيح. يبقى مش معنى كده ان ما كانش فيه جانب ده، ده فيه جانب بس ما كملناش. او عرض الامر على النيابه العامه فوجدت ان هناك سبب من الاسباب المذكوره حصرا لحفظ الدعوه. هي ما بقتش دعوه من حفظ الاوراق. مجرد اطلاعه على الاوراق قال لك دي لا تستحق، مش الاحاله التحقيق، لا تستحق ليه؟ لعدم الاهميه، للاكتشاف الجزائي الفلاني، اي سبب من الاسباب الموضوعيه او من اسباب القانون او لعدم الجنايه. جايبين الراجل الشروح الجنحة غير معرف على الشروح دي، زي شروح السب والقصد ينفع في القاضي واحد تعمل له جنحة مباشرة عشان هو كان ناوي يسبك ويبسطك، دي جريمة لا أصلا لا يتصور الشروح دي. ولو كان هناك شروعا، ولو كان هناك شروعا فهو غير معرف عليه. ليه؟ لأن العقاب على الشروع في الجنح لا يكون إلا بإيه؟ بنص. طيب. يبقى عندي جرائم لم يتم الإبلاغ عنها، جرائم لم يتم تم الإبلاغ عنها ولكنها حفظت. جرائم صدر فيها قرار أهل وقت لإقامة الدعوة الجنائية بعد التحقيق، تمام؟ جرائم ما كملناش برضه، هو ما رحناش المحكمة. جرائم أحيى سبيله لسقوط الدعوة بالتقاضي، مش معنى كده إن مفيش جريمة وقع، صح؟ وقع، تمام؟ أو أي سبب آخر يحول بيني وبين معرفة أن هناك جريمة وقع، والأسباب عديدة. تيجي بقى فرنساويين كانوا جدعان، عملوا إيه؟ وكانوا عاملين بندرسوا زمايلكم في سنة أولى وعملوا حاجات ايه بسيطه سهله وكويسه وتوريك حتى الناس بتفكر ازاي، المجتمع اللي انت بتتعامل معاه كدوله او كحكومه بايه العقليه بتاعته بيفكر ازاي. جرائم السرقه جم عاملين استبيان وبعتهم لك قال لك اتفضل من غير ما تكتب اسمك، انت سبقت سرقت؟ يقول طب بلغ ولا ما بلغش؟ طب ليه بقى؟ انا عايز اعرف انت ما بلغتش ليه؟ طب واحد تاني انت سرقت؟ بلغ؟ بلغ. طيب انا عايز اعرف اللي بلغ بلغ ليه؟ واللي ما بلغش ما بلغش ليه؟ فهاجي لقينا نسبه خلينا في الناس المحترمين اللي بلغوا حوالي، ودي يعني دي حاجه عظيمه يعني نسبه ممتعه، 40% من اللي بلغوا انت عارف السبب ايه؟ ان هو شايف ان ده واجب عليه. وحوالي 43 او 45% مش فاكر عشان هو مأمن، واذا ما كانش يعمل محضر التأمين مش هيرجع. شوف الاثنين عكس بعض، خلي بالك لا ليه هدف ولا ليه هدف. طب تعالى، وطبعا هناك اسباب اخرى، واحد مثلا الناس قالت لك ايه؟ ان هو عشان ما يرجعش يرتكب جريمه ثانيه، سرقه ثانيه. يعني ايه؟ انا مش منتظر ان يرجعوا لي مسبوقات، انا عارف ان انا مش هتفرق.
لان الحاجات بتتسرق صعب انها ترجع. الموبايل بيتسرق ولا ليه باسورد ولا اي حاجه ولا بتاع. الراجل هياخده مش هعرف اجيبه حتى لو اتطلع عليه مش هيجيب الموبايل ده. ومش هرفع عليه قضيه تعويض مدني عشان اطلب ثمن موبايل يعني. المحامي هناك نص ساعه كانت ب 60 يورو زمان دلوقتي بقت ب 100 يورو. فهيكلفك المحامي اكتر من اللي انت حدثت. طب الناس اللي ما بلغوش انتوا ما بلغتوش ليه يا حضرات؟ مجموعة قالت لك ايه؟ قالت لك ما معناها يعني ان هم ما عندوش ثقة في الشرطة والنيابة. بيقول لك يعني ايه؟ سابمنت الكود يعني هروح ابلغ النية. ما معناه ان انا ايه؟ مش هيعملوا ايه؟ حتى الناس بس عارفة. ونسبة مرتفعة النسبة التي تليها قالت لك ان المسقطات من الحالة مش مستاهلة. تمام؟ والبعض الاخر قال لك لان انا ما اعرفش مثالي فهروح اقول لهم ايه؟ خلي بالك انت لما دراسة زي كده بتبين لك ايه مثلا؟ ثقة الناس في الجهاز بتاعك. مثلا حاسين ان انت عندك اجراءات في حاله قويه ولا لا؟ انت حاسس ان ده فعلا نسبيا بتعتمد على لما يجي 40% يقول لك انا عشان ده وقت بطني تعطل شغلك وتروح تسيب الشغل او تعمل محضر ما انتش منتظر الحاجه ترجع لك، ما انتش مامن اصلا عشان التامين يرجع لك يدفع لك تعويض، ما انتش هترفع دعوه مدنيه عشان تطالب بالتعويض، لا ده انت رايح للهو للوطن. انت رايح بس عشان الحرامي ده يكون عارف ان هناك ايه؟ قانون والقانون هيطبق عليه. بتساعد عليك. تمام؟ يبقى ان ما بتعكسكيش هذه النتائج الحقيقيه. طب نرد كده على العده بايه؟ عشان نعمل ربط ما بين العيوب وما بين الطريقه لتفادي هذه العيوب. قال لك طب هنعمل حاجه. انت الاحصائيات خايف بتقول لي الجرايد ممكن ما تبلغش عنها، الجرايد خد براءه على عدم ثبوت الادله، خد حكم بس ما راحش السجن عشان ينفذ، لان زميله اللي خد سجن وقبضنا عليه اللي خد حبس وقبضنا عليه راح السجن وبينفذ. فقال لك طب ما نعمل حاجه ظريفه. نعمل احصائيات عن طريق الشرطه واحصائيات عن طريق النيابه واحصائيات عن طريق المحكمه واحصائيات عن طريق مين؟ السجن. تمام؟ خلي بالك هتلاقي مش بالضروره ان دولت متوافقين مع بعض خالص، لان اللي احنا وصلنا معاهم للنهايه واثبتنا عليهم الجريمه دول اللي دخلوا السجن. دول المضمونين ان هم ايه؟ مجرمين اللي قبلها دولت ناس حققنا معاها بس المحكمة لقت ان ايه؟ ان الادلة اللي ساقتها النيابة غير كافية فاعطته براءة. مش معنى ان انت خدت براءة ان انت ما انتش ايه؟ مجرم. تمام؟ طيب الحاجات اللي حفظتها النيابة او عملت قرار بها اللي هو كده قامت الدعوة الجنائية بتطلع لي فيها بيان ليها كمان احصائيات وكذلك الشرطة بتعمل لي ايه؟ احصائيات. يبقى انا عندي بقى ايه؟ احصائيات من اربع جهات مختلفة استطيع ان انا احطهم قدام كده وايه؟ ووافق بينهم نسبه الجرائم هيضاف بس ايه؟ اللي هم مجموعه اقل بقى شويه اللي هي الجرائم ايه؟ التي لم يتم الابلاغ عنها لسه الشرطه ما عملتش زي احنا دايما المفروض عليك ان انت يكون في جريمه ايا كان المفروض انك انت تبلغ اعمل الواجب اللي عليك وحتى لو انت مش منتظر مش بالضروره تكون منتظر تعويض او مقابل او الكلام ده لا ليه؟ لان انت بتحمي غيرك. انا بلغت وانت بلغت والتالت بلغ عملنا كاركتر بنينا شخصيه للشخص ده اللي بيسرق ده او بيعتدي او بيتحرش نقدر بعد كده ان انا بسهوله ان انا ايه؟ اجيبه او حتى اليوم اللي يجي قدام القاضي. تمام؟ يبقى عارف تاريخه. المحاضرة التي قدمت تطلب بنفس هذه المواصفات. يبقى ده
اول حاجه بالنسبه اللي هو ايه الاطفال المسلمه او المضلله او ايه الشيخ. حاجه كمان قال لك ان احنا عندنا ايه في اخطاء ده ودي ممكن تبقى ضروره في اخطاء انت عايز يعني كده ايه الدراسه ضد النتيجه. الدرس الثاني ده ايه واحد منكم كان جايب واحد يعني نجح في جميع المواد وجايب واحد في ماده قال لك واحد ازاي يديني واحد يعني ده هو كفايه يديني واحد بجيب اي جبنه وبتاع ويديني واحد او واحد زي منكم مش فاكر. فراح عمل تظاهر اكتشف انها كانت ايه؟ 10 بكل بساطه هو صفر بس الراجل اللي بيوصل مثلا ايه؟ صفر. وده طبعا لانه مش دراسات ولا دي اخطاء طالما اخطاء يبقى ايه غير مقصود. قال لك واحيانا بتكون ايه مقصوده زي ما يجي مثلا يقول لك ايه بعيدا عن الجرائم يعني بس حاجه من جواك ممكن يكون نص لو يبقى في ازمه في الرز او السكر هتيجي انت تقول ايه لما اشتريه بدل ما تروح تشتري كيلو سكر تروح تشتري كام؟ 2 كيلو ولا 3؟ لا 10 ده انت ده كده نقطة عليك ونعمل لك ايه؟ احتكار بالسعر. فتيجي انت ايه تروح لما انت تروح تشتري 2 كيلو وثلاثة وانا اروح اشتري 2 كيلو وثلاثة هنزود الازمة ولا نعلقها؟ نزودها. فتقوم بقى الحكومة تقول لك ايه؟ تم استيراد نص مليون كيلو سكر بيدخلوا البلاد بكره. تقول انت تقول كنت ناوي انت تروح تشتري السكر؟ لا خلاص بقى. وتقول بقى تقول لهم قلت له اشتري سكر او السكر بكره يا اخي. يقوم الناس ايه؟ اللي كان هيشتري ثلاثة يشتري واحد. تمام؟ فكده نقلل من الايه؟ الازمة. وكده رغم ان الحكومة ايه ما عندهاش كام؟ ما عندهاش نص مليون و 500,000 كيلو سكر ولا حاجة. ده هي المخازن ايه؟ طب ليش ما تيجي على الشغل؟ يبقى كده مقصود ولا مش مقصود؟ مقصود بس قصدها ايه؟ انت عايز يا انت اللي تكون قصدك شايلين يعني ها؟ زي القط شقفه كده تمام؟ هي قصدها انها ايه؟ تخف الضغط وهو لو خف الضغط ممكن بقى ما يحصلش ازمه في علبه السلع لو كل واحد اشترى على قده مش هيحصل ازمه. احنا جايين لنا 20,000 كيلو هيكفونا او يغرقونا لمده اسبوع. لكن لو كلنا هنطلب هنلاقي ناس عندها 10 في البيت وواحد ما عندهوش. تمام؟ يبقى هناك ايه؟ احصائيات ايه مضلله ولا لا؟ مقصوده ولا مش مقصوده؟ مقصوده. مثلا عندنا انتخابات وعايزين ننزل مثلا في بلد ما عايزين ننزل الستات تنتخب. يقول لك ايه؟ لو كان مثلا في عمليات خطف او حاجه زي مثلا في اوقات معينه في العراق او بتاع وعايزين من الخلافة بقى ونبقى دوله مستقره نيجي نقول ايه؟ مفيش عمليات خطف ده قل في الشهر اللي فات ايه؟ هم عمليتين اتنين وخلال اسبوعين خلاص مش هيبقى في خطف. لكن لو انت جيت وقلت بقى ايه؟ ازدياد عمليات الخطف اللي بينزل الشارع بيتخطف مش هتعمل زي ايه بسرعه. يبقى احيانا اللي ايه؟ بنديك احصائيات غير حقيقية بس احنا ايه قصدنا؟ نعالج المشكلة ازاي؟ نعرف ازاي؟ نعرف ازاي احنا الحقيقية احنا من وجهة نظر علم الإجرام بصرف النظر عن سياسة الدولة. نعرف ازاي؟ قال لك بص احنا ممكن نسأل الشخص نفسه عشان نتكلم على هذه العلاقة. نسأله طيب هو مش هيولي؟ طب نسأله بصفته ايه مبني عليه؟ مش هو الجانب ده الثاني الجريمة على مبني عليه. الجاني ما يقولش لأنه ممكن يخالف. لكن المبني عليه هيقول ولا لا؟ يبقى أنا ألجأ إلى استطلاع رأي مين؟ المبني عليه. كمان أنا ممكن كان في الحروف عشان تعرف عدد القوات بتاعتك وزمان.
تقول لهم ان انا بقول كده بقول عشان عايزين نعرف عددهم. بس المهم ان احنا في الدنيا الثانيه خالص. الراجل الثاني مثلا اللي بيورد للجيش عندنا برتقان، اقول له بقول لك ايه؟ لو انت بتورد للجيش المصري كم برتقانه في اليوم؟ مثلا 500,000 برتقانه، يبقى انا عندي كام؟ 500,000 جنيه مصري. مثلا اللي انا عرفت المعلومه ايه؟ بطريقه ايه؟ غير مباشره. تمام؟ كل واحد ما بياكلش برتقال. ايه؟ كل واحد ما بياكلش برتقال. لان انا عارف مثلا ايه؟ ان انا وجبه الغداء فيها الايه؟ تمام؟ بعدين مش عاجبك البرتقال؟ عايز تدفعها. خلي بالك البرتقال ب 10 جنيه. تمام؟ طيب يبقى انا ايه؟ اجيب المعلومه الحقيقيه ازاي؟ اشوف انفاقي على الجرائم اللي بترتكب في البلد دي قد ايه؟ لو لقيت انفاقي على الجرائم دي بيزيد يبقى الجريمه بتزيد ولا لا؟ بتزيد. طب لو لقيته قل؟ هو انا لما اجي في السجون من غير ما احسب يعني اقول لك يجي دكتور السجون يبعت لي يقول لك ايه احنا عايزين سجون جديد. ليه؟ لانه الاعداد عندنا السجون مكتظر والاعداد عندنا زياده. يبقى معناها ايه؟ عدد الاحكام زاد والناس المقبوضه اللي بينفذوا ايه؟ مش محتاجه يعني ها؟ يبقى دراسه حجم الانفاق تمام؟ بتبين ليا حجم الايه؟ الاجرام تمام؟ كذلك طبعا هناك عيب من العيوب الخطيره اللي هو ايه؟ عدم استخدام المجموعات اللي هي مجموعات الضبط او المجموعات الضابط دايما عشان عقاري حاجه أقل واحد إيه؟ في علاقة بالدين، ده ممكن ده اللي عشان أعرف أنت هتعرف إن أنا شاطر إزاي؟ أنا هعرف الأول فيك إزاي؟ ما أقدرش أخمن وأقول فلان أو فلان. هعمل امتحان مثلا وأفضل إجابة يبقى هو ده إيه؟ أفضل واحد. تمام؟ يبقى لازم أجيب مجموعة ضابطه من الناس الاسوياء يكون برضه بنفس المفهوم اللي احنا لسه قايلينه اللي هي تكون مجموعه ولا كتير قوي ولا قليله قوي وعلماء الاجرام بيميلوا قوي للعدد 500 يقول لك 500 معقوله بس فيه كل الفئات كل العينات زي انت كده لما بتعمل ايه؟ لما بتعمل استبيان كده عن طريق التليفون، شركة مثلا عايزة تعمل حاجة يتصل بيك بالتليفون، يقول لك لو سمحت انت حضرتك متجوزة ولا مش متجوزة؟ مش متجوزة، تستخدمي كريم الصبح ولا تستخدميش؟ هو عايز يشوف الشركة عايز يشوف يبيع الكريم بتاعه ولا ما يبيعش؟ تمام؟ يقوم يكتشف مثلا ايه؟ مثلا كبار السن بيستخدموا أكتر أو الصغيرين بيستخدموا أكتر عشان هو يقدر ايه؟ يحدد سياسته، عارف مثلا الشباب الرسمة على العلبة لازم تكون بطريقة معينة، واحدة كبيرة لا تكون الرسمة ايه مختلفة، وعايز لازم يعرف هو بيخاطب مين عشان اقدر انت تروح تشرب مع جماعة شباب صحابات كده هتلبس كاجوال كده وتظبط نفسك والباسكت بتاعك وتمام، لكن رايح تقابل لجنة مثلا هتبقى ايه؟ تمام؟ حسب مش عشان انت بتحب ده اللبس ده ولا بتطلع اللبس ده، لا بس ايه؟ كل مقام ليه مقام زي دي اهم العيوب العيوب اللي بتواجهها في نظام الاحصائيات الجنائيه ودي بعض الوسائل اللي احنا ممكن نتكلم من خلالها على هذه العيوب. المدارس والمذاهب والتقييم والتسجيل المختلفه
في دراسه الجنين والمبرم، وان شاء الله نبقى نستخدمها في الموضوع. عندنا البعض اهتم بدراسه اهتم بجمود النفس، والبعض اهتم بالجريمه نفسها، والبعض اهتم بالعوامل الداخليه الكامنه لنفس المجرم، والبعض اهتم بالمؤثرات الخارجيه التي يمكن ان تؤثر على المجرم. وهناك عليه لدينا في مدارس بعضها يهتم بالاسباب البيولوجيه او مركز على الفرد، ودول بينقسم لحاجتين، اللي مركزين على المجرم افراد، بعضهم بيهتم بالاسباب العضويه والبيولوجيه، والبعض الاخر بيهتم بالاسباب والعوامل النفسيه. الفكر الاخر او الاتجاه الاخر بيهتم بالعوامل المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه الانسان، عوامل طبيعيه، عوامل اقتصاديه، او عوامل سياسيه. والبعض بقى بيعمل تناغم بين هذه الافكار او هذه المدارس، فيقول لك هناك اسباب فرديه سواء كانت نفسيه او عضويه، وهناك اسباب خارجيه واجتماعيه، وبيحاول يعمل مزج بينهم. فيمكن المذهب الفكر البيولوجي على اطلاقه، ويمكن المذاهب الاجتماعيه على اطلاقها، وانما بيؤمن بايه؟ بدي والدي، بس بحاله انهم ويلاقيهم بيصبوا في النهايه المعادله الغربيه، بتقول انه اسباب فرديه او اسباب شخصيه للانسان زائد عوامل اجتماعيه تساوي ايه؟ تساوي جريمه. اول هذه الافكار وهذه المذاهب هو العالم النظامي اللي انت حضرتك كلكم عارفينه، هو لون جروز. لون جروز ده راجل كان في الجيش الايطالي، وكان بيعمل طبيبا، او بمعنى اصح ميتسيرجيست اللي هو طبيب شعري، طبيب شعري. دلوقتي في العصر الحالي بتاعنا طبيب شعري بيكون معاه اليوم ايه يا جماعه؟ خط وايه؟ برافو عليك، قانون. دارس قانون ودارس ايه؟ ودارس طب. يعني ده اكتر واحد ممكن يقوم بالمهمه دي، عارف القوانين واخد بالك؟ فيجي يعمل لك التقرير مثلا يقول لك ايه ليس حاجات، وعارف يعني ليس حاجات. وطعنا غير يعني طعنا غير، تمام؟ وهكذا. وخلي بالك دايما الاثنين مقربين من بعض، ما هماش في جوانب كتير جدا، تلاقي الاثنين في كده ايه شعر دايما بيكون في الجوانب. لدرجه ان انا كنت مضطر في نشر الرساله بتاعتي ان يكون عندي عميل كليه الطب في اللعبه. ليه؟ لانه عشان ايه؟ اقدر يبقى انت جبت حد متخصص قوي، يعني انت ما لحقتش على اللاب، يعني بتقول في حاجات طبيه وعلميه انا جايب لكم راجل اهو دكتور، والحاجات القرنيه جايب لكم ناس قانونيين، والحاجات الفلسفيه جايب لكم فلسفه. تمام؟ تخصصات كلها، عشان ما تجيش انت تقول لي ايه بقى؟ ده انت هو الراجل بتاع هو انت لما تقع لما يجي واحد يناقش رساله دكتوراه في الادله البنائيه، وانت استاذ قانون، وانت فقيه في الادله البنائيه.
كل واحد من الأبناء راجل على خبرة، ممكن يكون لواء، ممكن يكون مش لازم يكون دكتور، تمام؟ جاي عامل رسالة دكتوراه في المرور وواحد يضحك عليا وبتاع ويقول لي أصل عندنا، كل ما تتكلم تقول لي أصل عندنا في المرور، لا هجيب لك إيه؟ قائد مرور اسكندرية مثلا، يجوز يجوز إن أنت تجيب اللجنة أو تجيب مستشار متخصص في حتة معينة، أنت عامل لي مثلا في البتاع ده الجريمة الإلكترونية، طب هجيب لك رئيس المحكمة اللي إيه الاقتصادية يجي يقعد في اللجنة، تمام؟ الامراض اللي حاليها مهنته دي ساعدته في ايه بقى؟ ان هو يكشف عن حالات معينه كان مغرم بالايه؟ بالمجرمين واسباب الاجرام ونوعيه الجرائم، ثم بعد كده طبعا ما كانش فيه القوانين اللي هي ايه؟ بتدي بتجرم فتقدر تيجي المجلسه دلوقتي تقدر تيجي المجلسه، مش معنى ان هو مات ان هو خلاص اللي يشرح يشرح واللي يفتح يفتح واللي يقفل، لا لها حرمه ولا ارتكب جريمه، تمام؟ فكان الراجل شغلته يجيب الناس المحكوم عليها بالاعدام ويقول لهم هاتهم لي بقى ويقعد هو يشرح ويجي طب ده كان محكوم ايه يا جماعه؟ ده سرقه، ده بطل، ده قتل، ده جرائم حلوه، وكان بقى ايه تصنيف كده الجماجم رصها كده ايه جرائم الاب مع بعضها، جرائم الدم مع بعضها، جرائم البطاله وقطع الطريق مع بعضها، تمام؟ واكتشف مع راجل اسمه ليلى، وده كان قاطع طريق مشهور في جنوب ايطاليا، لا مش احنا عندنا بروز كده حتى الراس، هو لقى بدل البروز ده لقى ايه؟ لا تدوير. فدي كانت تمريته بقى ايه انقلابه كده، ازاي ان انا مكان ايه دروس ملاك التطبيق وعدد صفات وسمات عملها كده بجدول وقال ان الاشخاص ان المجرمين تتوافر فيهم هذه الايه الصفات او بعض هذه الصفات، وبمفهوم المعاكسه او لو جينا جبنا الكلام ان كده انا بقول ايه؟ من وجدت فيه هذه الصفات مجرم بدون الحاجه الى تبديل، وكان انا بقول ايه بقى؟ ان الجريمه ايه؟ مطلقه. فيجي يقول لي اذا وجدت جحوظ في العينين وعدم استواء في الفكين وتنتحر في الانف وبروز في الجبهة، يقول لك ايه الجبهة مش بروز سوكسير، يعني شكل الجبهة شكل العفيت شبه جبهة الايه طبعا حد شاف العفيت، يقول لك يعني ايه بس هو يعملوا فيه ايه؟ يلبسوا فيه اشباه صح؟ وتبص تلاقي الشبح دايما ايه؟ شكله غريب، هو انا هخوفك ازاي لو ما كانش شكله غريب؟ لقيت ان سبسب شعره وبتاع يبقى لازم اعمل لك حاجه ايه؟ شكلها، فيقول لك بقى هو جاب لي المجرم شبه الجبهه دي، لهاش غريبه كده توحي بالخوف والرعب والذعر، تمام؟ واطرافه غريبه، ايديه يبقى طويله قوي قصيرة أوي، رجليه يبقى طويلة أوي، قصيرة أوي، مش طبيعية زي يده، تمام؟ قال لك هذه الصفات الأذن كذلك، وقال لك إن هذه وطبعاً ختم بإيه؟ بتدوير خلف الرأس، قال لك هذه الصفات إذا وجدت كلها أو بعضها في شخص يبقى الشخص ده إيه؟ مجرم، مش عايز أتكلم. تمام؟ يبقى ده ايه راجل ايه؟ راجل مجرم. ده احنا نقول مرتبط ولا مش مرتبط؟ لو قلنا احنا مسلمين بصحه هذه النظريه، هل احنا
سلمين ليها في وجهه نظري بس من عليها. وإلا دلوقتي كل واحد في ايده بقى ايه؟ شوف كده. فجه الراجل قال لك اكتر من كده، ذهب الى ابعد من ذلك. قال ده انا ممكن اصلح لك كمان المجرمين دول انواع. يبقى اللي لقيته طبيب تمام؟ وتلاقيه واقف عينيه عامله زي الرادار كده، ده ايه بقى؟ حرام. والراجل اللي تلاقي انياعه طالعه كده والفكين مش مستويين والجبهه بتاعته سوسيال تمام، وعينه زي ما بيقولوا كده بتطف نار، ده ممكن من جرائم الدم. حرق وعرق وسد دماء. اللي تلاقيه بقى ايه؟ مظبط نفسه كده. وبعدين على طول ظبط. ده يبقى ايه؟ نصاب. تمام؟ الراجل مين حرامي ومين ضرب هذا ومين ضرب هذا؟ قعدنا في اليوم قعدنا على الناس في اليوم تمام؟ تعبنا صح؟ تمام؟ وفي ربط ما بين المجرم والإنسان البدائي. قلنا في الإنسان بيحصل له عملية ابتداء لما بيرتكب الجريمة. هو ارتكب الجريمة ليه؟ لأنه حصلت له عملية ارتداء. ما عادش الإنسان المتحضر اللي عايش النهاردة، ده أصبح الإنسان بتاع إيه؟ بتاع زمان، البربري، الغوغائي، البدائي، تمام؟ وأصبح إيه طبعاً؟ مفيش قانون، مفيش دولة، مفيش مجتمع منظم يبقى يعمل اللي هو عايزه، عايز يقتل يقتل، عايز يضرب يضرب، عايز يسرق حاجه، ما عندوش فكره الملكيه ان دي مش بتاعتي يبقى ما اقدرش اخدها غير لما هو ياذنني. دي الافكار المتحضره. هل هو ما عندوش هذه الافكار؟ تمام؟ عايز واحده عجبته لازم يتجوزها، لكن هو ما عندوش فكره الجواز، مش موجود. تمام؟ يبقى عايز الغني يبقى يشتغل، لا هو الغني لا معاك فلوس هيضربك ياخد، لا معاك اقتصاد هيضربك يشتغل وياخد. يبقى دي افكار الانسان الايه؟ البدائي، ربط ما بينها. طبعا بعد شويه وهو شغال كلام خطير وكلام مهم، وطبعا عمل ايه؟ عمل ثوره فكريه فيما يتعلق بعلم الادراك. وبناء عليك احنا علم الجرام بالفرنساوي اسمها ايه؟ لابونوت لاكريمينولوجي. هو لمبروزو عمره ما استخدم اللفظ ده، عمره ما استخدمه، يعني ما قالش في كتاباته كلمه علم الجرام، ومع ذلك هو يعتبر هو مؤسس ايه؟ مؤسس علم الجرام، لان اللفظ ده جه بعده. بس الحقيقه هو مين اللي اسسه؟ علم الجرام هو لومبروزو. وعمل طبعا المؤتمر، هو اللي عمله، هو اللي عمل المؤتمر على شرفه، وكان اول مؤتمر يعقد فيما يتعلق بعلم الاجرام او الدراسات الاجراميه. وخد على طول المؤتمر اعطاله جائزه ايه؟ جائزه المؤتمر. السنه اللي بعدها بس او المؤتمر اللي بعدها بس، يعني يا دوب المؤتمر، المؤتمر اللي بعدين كان اللي هم كانوا بيشهدوا بيه اهوت وبيدوا له التاج قتلوه من الانتقادات، تلامذته دمروه من الانتقادات، الى ان ذهب احدهم للسخريه منه وقال لمبروزو كاتبينها بيقول لنا كلام يصدق معاه القول من باب السخريه،
هو قال لنا بقى هو عندنا ده في المفروض قال لنا في انسان سوي ده لا يرتكب جرائم وعندي انسان في صفات معينه وده مجرم ده مجرم بالسرقه مجرم بالميلاد مجرم بالتكوين كل الاسماء دي صح تمام وجه الف كتاب وسماه ايه المجرم بالميلاد اللي هو ادخلنا منه للمجرمين حصل للمجرمين في ايه؟ في نوع واحد وهو المجرم بالبلاد صح؟ نحكي كده وهو مش احنا قلنا هو ظابط في الجيش وبعد كده بقى استاذ في جامعه تورينو الايطاليه استاذ من سانشيز جه وهو في الجيش حصل الجرعه قدامه ربنا يوم اللي هو قاعد ونزل حوالين التفاح تمام طبعا احنا مش نمسك التفاح ونغسلها اقصى حاجه ممكن نعملها ان احنا نمسك وناكلها وخلاص الحمد لله لازم نجلس الراجل فكر وجاب لنا فكره الجاذبيه الارضيه اللي غيرت الدنيا كذلك وهو في الجيش لقى في صابر او زمايل عسكري في الجيش قلسوا على بلدي يعني قالوا لك انت منين قلت لهم من ايه من بلد الفلانيه فقعدوا كل واحد بكلمه بقى زينا كده احنا مثلا في الولد قايل فاكر علي امام لما طلبوا لنا من خير زي كده فبصينا لقينا العسكري ده كام وانقض عليهم وقتلوا التمام وغصبنا النار يستدعي الامر كل ده ما يستدعي جه بقى الموضوع ما سكتش جاب النار وطبعا وقع مغشيا عليه وبعد 12 ساعه فات فأضاف نوعا ثالثا وهو الايه المجرم المجنون
وبعد كده قال لك الله ده ممكن يكون الانسان ما بيرتكبش جرائم خالص وانسان طبيعي بس يطرأ له طارئ او ظرف معين فيرتكب الجريمه فده بنسميه ممكن ايه؟ عربي. ارتكب الجريمه بالايه؟ بالصدفه. تمام؟ زي كده لو انت ماشي كده في طريق المحترم اهو هتقوم تلاقي نفسك ماشي في الشارع فايه؟ تلاقي محفظه ورقه. المحفظة ما تلاقيش بس فيها جنان ده تلاقي فيها دولارات. انت راجل عمرك ما بتلاقي فيها حاجة. ايه باصص يمينك وشمالك لقيت مفيش مخلوق في الشارع. قلت بص ده هي ايه؟ مفيش أكتر من كده، عادة الشارع ده مليان ناس ما فيهوش ولا مخلوق، ده دي إشارة. لقيت واحد المحفظة حاططها ايه؟ جريمة ولا مش جريمة؟ انت راجل بتحتاج اشارة انه جيت دم. انت ماشي في الطريق اشارة حمراء بصيت يمينك وشمالك العسكري بتاع المرور مش موجود. جيت دايس. المنكسرات دي مش حلوة ولا حاجة. جريمة ولا مش جريمة؟ هي المفاتحة عشان بسيطة مش جريمة؟ لا جريمة عندنا قرية تلاتة جناية وملحة وخلفة والحمد لله احنا عندنا في اللغة العربية المقدرة لا يثير لبس يعني اللغة ما شاء الله ساعات بتسحبني مثلا بالفرنساوي يقول لك ايه؟ خيم خيم يعني جريمة ويعني جناية ما تبقاش انت عارف بقى هي جناية ولا قصده ايه؟ جناية ولا جريمة؟ ما هي خيم يعني جريمة ويعني جناية فانت تشوفها بقى في سياق الكلام فلما احب ابايزك اول هقول لك ايه ديلي ديلي يعني ملحق طبعا المخالفه ما فيهاش كلام لانها كلمه مختلفه خالص وبناء عليه لبروزه اضاف انواع بعد المجرم بالميلاد والمجرم الصرعي والمجرم المجنون والمجرم العربي او المجرم السلطه تمام وطالما فيه بالصدفة يبقى فيه مجرم ايه؟ معتاد. اللي بالصدفة ده مرة بظروف معينة كده. والتاني ايه؟ معتاد اللي هو بيرتكب دايما ايه؟ الجاي وأضاف النوع اللي ايه؟ اللي هو المجرم ايه؟ المعتاد وجه الأخر بقى وقال لك ايه؟ ودي كانت زايدة منه قوي تمام؟ إن هو منين بيتمسك بنظريته عن المجرم للبلاد ويضيف لكل الأنواع دي وأضاف النوع الأخير وهو المجرم العظيم. المجرم ايه؟ العظيم الذي لا يكون الجريمة إلا بأسباب عاطفية. تمام؟ وزاد حتى الجرائم. الجرائم دي فيها هي نوع من الجرائم بيكون لها نظرة مختلفة. وإن كان النص واحد بس بيكون لها نظرة مختلفة. اللي هي جريمة ايه؟ جريمة عاطفية. جريمة عاطفية. واحد ارتكب الجريمة ضد زوجته لأنها سكرت الكوري أو هي سبته أو قصدته لأنها شافته بيعمل حاجة غلط يبقى دي الجريمة لها إيه؟ لها لها معاملة خاصة شوية يبقى دي لما أنا أجي أقول لك أنا معاك مجرمين تقول لي نوع واحد إلا ما عجبتش إلا تمام؟ دي هي نظرية المرور بينها. تنتقل حتى كده؟ علم ظرف الجريمة على مجموعة من الناس ونسيبكم بقى تنتقدوها الفترة الجاية. Thank you.
في حاجه في وعلم تكييفات عامل خطه تحسين. المطلوب اولا عشان الناس اللي ما بتفهمش هو ان انت التكييف هو عباره عن من كلام موضوع عباره عن خطه تحسين بتبين قدراتك على ان انت تعمل خطه او منهج للتفكير في موضوع معين او الكتابه في موضوع معين. بتشوف مع بعض اختيارك للموضوع هل هو صح ولا غلط، وهل العنوان اللي انت مختاره يتماشى مع اسم الموضوع ولا لا، وهل الموضوع ده ليه اهميه ولا ملوش اهميه. وبعدين نشوف الخطه بتاعتك، هل الخطه بتاعتك منظمه تنظيما صحيحا ولا لا، مقسمها لي ايه طبعا جامد قوي يعني الحد الشاطر قوي يعني هبص عليه اعمل ايه اسمين وبعدين بابين وبعدين يعني كل قسم بقى كل قسم بابين وكل باب فصلين وكل فصل مبحثين وكل مبحث فرعين وكل مدخل فرعين وكل فرع ألف وب مثلا. مش مطلوب منك تعمل كل ده، بس انت ان شاء الله لما تيجي تعمل رساله الدكتوراه هتعمل كده. هتعمل ايه؟ كده. هو ده تنظيم ايه؟ انت عارف الميزانه؟ يا دكتور عارف الميزانه؟ مش عندك كفتين كده؟ ده التقسيم اللي سموه ده بنسميه التقسيم الثنائي. تقسيم الايه؟ الثنائي. دي مذاهب بقى وكل شكل طريقه زي ما بيقولوا. تمام؟ وده مثلا الفرنسي. استاذتنا هي مين بس في حاجه بيقول لك ايه؟ لا موضوع رسالتك لازم يكون ثلاث اقسام مثلا. انا ما بحبش الثلاثه، انا عن نفسي يعني قسمين. انت عارف كفتين الميزان كده. ودايما ايه بقى؟ تحط حاجه هنا يبقى لازم تحط قنبله كده. تحط حاجه هنا تحط قنبله كده. تحط مطلب هنا تحط مطلب هنا. مبحث هنا مبحث هنا. فصل هنا فصل هنا. ما اجيش الاقي عشان انت بنعمل كده ايه؟ عشان نتفادى الحاجات اللي احنا بنشوف مش بغلط عادي تعالى بنعمل ده عشان تعمل الغلط وتعرف الصح. ولو انت عامل الصح يبقى ممتاز احنا هنستفيد منه. وعلى فكره انت مجرد ان انت تعمله وتجيبه وتنزل فيه مجهود انت بتاخد ضرر. لكن لما انت تكون متميزه طبعا ناخد اكل. تمام؟ مش هتاخد اكتر من خمسه بس على الاقل هتكون ضامن ان انت بتاخد ايه؟ خمس درجات بتوعك. انت هتفيدنا من خلال خطتك البحثيه دي. خلي بالك انت مش هتقدر، انا مش بقول لك اكتب البحث على فكره. انا كنت عايز تكتبه اكتبه، دي حاجه ترجع لي. بس انا مش بقول لك اكتب البحث. بس انت مش هتقدر تعمل خطه البحث غير لما تقرا في الموضوع. وهي دي انا بس عايزك تعرف الادوات. انا عايزك تعرف الطريقه. تمام؟ عايزك تدخل يقول لك تمشي في الشارع ده وبعدين يمين وبعدها شمال وبعدها في الوش وبعدين هتلاقي خلي بالك في حفره قدام. ما تجمعش كده. تمام؟ مش جسم البحث. لا انا عايزك الشكل. وانت خطه يعني ايه مقدمه في الاول خالص وبعدين الموضوعات بتاعتي. انت ممكن تبدا بالمبحث مش لازم قسم وباقي. حتى ادنى مبحث ينفع تعمل اقل من مبحث؟ مبحثين وكل مبحث تعمله ايه؟ مطلبين فرعين. وبقى لو تقدر تعمل فرعين او عندك الف وبيت كل ما زاد النقاط دي كل ما زاد ان انت بتبين قدرتك للناس. ما تبصليش انا دلوقتي اللي انت هتجيبه هيكون مفهوم ان شاء الله. بص من اليوم اللي انت هتناقش فيه اخواننا الواجبين بيناقشوا رساله الماجستير، يعني السنه الجايه هيكون زي النهارده عايز يناقش. يعني الراجل بيطلع هيعمل رساله الماجستير. احنا ممكن ما نكلموش ليه؟ فانت بص انت لازم تكون ايه؟ لما بدل ما تحصل فالحصل اول حاجه ايه؟ شكليه. قبل ما يتكلم في اي حاجه، قبل ما يتكلم في الموضوع يجيبه من اول الغلاف. انا قلت الكلام ده قبل كده. شوفوا الغلاف بتاعك شكله ايه؟ انت جاي
مثلا هتلاقي مثلا واحد من زمان جاي ايه خطه البحث من غير العنوان اعمل بيها ايه؟ ينفع؟ ينفع جواب من غير عنوان؟ مش انت لما بتيجي تقدم طلب لاي جهه بتقول الموضوع كذا كذا لما بتذكر راجل واضح كده تمام برجاء كذا نقلي برجاء امتدادي برجاء مش عارف ايه ترقيتي صح ولا لا؟ يبقى ان شاء الله من المحاضره الجايه مين اللي هيكون جاهز المحاضره الجايه كبدايه يعني. طب في موضوعات محدده يا دكتور؟ انا سايب لك عايزني احدد لك هم اللي بيضيعوا لا لا دكتور بس الرجاله بقى بس انت تقول ايه؟ اللي عامل في الدوري الجنائي مين معايا في الدوري الجنائي برضه؟ اللي في الدوري الجنائي كفايه عليك بحث وانا افضل بتاع الدوري الجنائي يعمل يمشي معانا في الدوري الجنائي يعمل بحث في الموضوعات اللي انا بحبها في الدوري الجنائي. نعم؟ افضل في الدوري الجنائي اللي هي المحاكمات المنظوره حاليا امام المحكمه الجنائيه الدوليه. ان شاء الله مين يكون جاهز؟ مين يعتقد انه يكون جاهز الاسبوع الجاي؟ يعمل علينا حاجه؟ احنا عايزين مثلا على الاقل خمسه سته كده. انا